كان الحديث الوحيد بين الناس حول العالم كورونا، أخباره مهما اختلفت سواء من ناحية الإصابات أو حتى الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول للوقاية وللحد من الانتشار والإصابات من هذا الفيروس. صحيح سلمى، وفي سوريا اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الوقائية كخطوة وقائية من انتشار هذا الفيروس حول العالم، ولكن دائما منقول الوقاية خير من قنطار علاج. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا بالاستوديو الدكتورة بهجة عكروش، وهو اختصاصي بالطوارئ والإسعافات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يعني بداية، كل الناس حاليا بتتخوف من هذا الفيروس، علما أنه حتى الآن لم تثبت وجود أي حالة كورونا في سوريا، ولكن بشكل عام أي شخص اليوم ممكن يعمل يعطس أو يبين عليه أنه هو مرشح شوي، الناس بتتخوف هل يا ترى هو مصاب بفيروس كورونا. خلينا نحكي شوي أكثر عن الأعراض بشكل واضح مشان نزيل هي إشارات الاستفهام. صباح الخير أولا، وشفاء لكل مصاب ثانيا. ثالثا بدي أوضح شيء مهم جدا فيما يتعلق بكورونا. كورونا موجود من 2002، يعني ما هو جديد، هو حالة، هو مجموعة من الفيروسات اللي عم تسبب الانفلونزا ونزلات البرد بشتى أشكالها، إضافة منها السارس ومنها مثل أزمة الالتهابات الرئوية. فهو هذا النوع من الكورونا أو هذا النوع من الفيروسات هو موجود، لكن الفيروس الأخير هو مطور جينيا عن باقي الفيروسات، وإلا هو موجود دائما في أجواءنا وفي كل أجواء العالم. يعني هو اللي بيعمل حالات اللي بنسميها نزلات البرد والنزلات الانفلونزا اللي كلياتنا بنشوفها وكلياتنا بنعيشها، ودائما خلال فترات الشتاء دائما بنحسها، اللي بيعطس، اللي بيرشح، اللي بيصير فيه معه حرارة، صداع، آلام حلق، آلام عضلات، يعني آلام القريب العام خلينا نسميها بالعامية. فإذا هو موجود بشكل أوتوماتيكي. ليس كل من عطس هو مصاب بكورونا، وليس كل من سعل هو مصاب بكورونا، وليس كل من عليه حرارة هو مصاب بكورونا. موضوع الكورونا موضوع يعني يجب أن ننتبه وأن نكون حذرين وأن نقوم بالوقاية اللازمة لحماية أنفسنا من كل نزلات البرد بشكل طبيعي، لكن لا يعني هذا الإصابة بالكورونا. وخاصة أن لا تزال تؤكد وزارة الصحة السورية والمعنيين في بهذا الموضوع أن سوريا خالية من الكورونا. وبحب وجهها بشكل كتير كبير وبشكل كتير مهم لكل الناس، لأنه الشغل الشاغل مثل ما تفضلتي وحكيتي، الكورونا غير موجودة في سوريا حتى الآن، لم تسجل أي إصابة حتى الآن. كل ما يتم الآن هو إجراءات احترازية وقائية، وليست للتأكيد على أنه هناك إصابة في الكورونا أو لا. هذا الكلام منهي ومنفي. الحكومة السورية مشكورة تقوم بهذه الإجراءات لحماية المواطن السوري من قدوم هذا الفيروس الذي أصبح منتشرا وأصبح وباء عالميا، لكن لا يعني أننا الآن أي أحد عطس أنه هو مصاب بالكورونا إطلاقا. لازم نفهم الموضوع. الأعراض هي أعراض خاصة في البدايات، أساسا البداية 14 يوم هي فترة الحضانة، لا توجد أعراض. وعندما يصاب المصاب بهذا الفيروس لا تظهر إلا بعد 14 يوم، وعندما تظهر هذه الأعراض معناها أن الإنسان أصبح مصاب وأصبح يعطي للآخرين أو يمكن أن يؤدي إلى إصابة الآخرين. الأعراض هي أعراض بسيطة جدا، فكرة الصداع، فكرة الحرارة، فكرة ألم الحلق، فكرة العطاس، السعال البسيط. هذه الأعراض البسيطة لأي نزلة برد هي نفس الأعراض المصابة لإصابة الكورونا. نعم. دكتور، خلينا نحكي هذا الفيروس من وقت ما أعلن انتشاره بالصين لأي حد هو طور حاله لأنواع أشد تعقيدا أو حتى فتكا. يعني ممكن امبارح كنت عم بقرأ خبر على السوشيال ميديا أو بأحد المواقع الإلكترونية كان عم يقول أنه هذا الفيروس طور حاله بسبب حالة العزل اللي عم بتكون لأعداد كتير كبيرة بأحد البلدان الغربية. فلقديش هاي المعلومة صحيحة؟ أولا اسمحي لي أقول شغلة صغيرة. السوشيال ميديا بقدر ما هي مهمة بقدر ما هي يعني مصدر للإشاعات، مصدر إشاعات هائل جدا. فيروس كورونا لا شك أنه هو أحد الفيروسات اللي حكينا عنها قبل شوي.
هو طور نفسه جينيا، في صار تبدل بالجين الوراثية تبع الدي ان اي لهذا الفيروس، اصبح الكورونا اللي هو بيعمل هذه الاعراض او يدخل الى الجسم بدون ما يظهر اعراض، بعدين بيعمل نقل العدوى. لا يطور نفسه كل دقيقة وكل ساعة، وانه صار في تجمعات بيطور نفسه، يعني هو قاعد عم بيستنى انه وين تجمعوا، وين حكوا، وين قالوا بغدي. هذا الكلام بعيدا عن الصحة، هذا الكلام غير صحيح. يجب ان يكون هناك انتباه واضح وصريح بأنه فيروس كورونا تطور وأصبح بهذا اللي هو الكوفيد 19 اللي هو هذا النوع، مو كل شوي. يعني الكوفيد 19 اللي بلش بالصين مو معناته هلأ هو غيره اللي موجود حاليا اللي هلأ منتشر بباقي دول، أنه طور حاله باتجاه آخر. أبدا، هو نفس التركيبة، نفس التركيبة الوراثية، نفس التطور الوراثي الذي صار، واللي هو عمل هذه الخطورة من خلال انتقالات السريعة وعدم ظهور أعراضه إلى الآخرين. إذن ما في عندنا تبديل آني لهذا الفيروس من لحظة إلى لحظة يغير تينته الجينية، ولكن ممكن بعد فترات طويلة ممكن يطور نفسه إلى شكل أو آخر. نعم. يعني نحن اليوم مع حضرتنا نحكي شوية معلومات كتير مهمة، وضمن خلينا نقول التوعية والوقاية اللي عم نحكي عنها بصباحنا غير وبغيرها من البرامج، عم نقول دائما غسل الإيدين والنظافة الذاتية، ولكن بعض الناس ما بتعرف انه مثلا ممكن لفترة معينة لازم نغسل إيدينا. الطريقة المثلى لغسل اليدين قديه المدة؟ هل انا بكفي انه انا اعمل هي الحركة بشوية مي مع شوية صابون وبس، ولا لا لازم يكون في طريقة معينة، مدة معينة، مي فاترة، نوعية الصابون؟ بس شوية تفاصيل من حضرتك. سؤال مهم جدا وضروري، موضوع التوعية فيما يتعلق في غسل الأيدين، لأن النظافة هي أساس الوقاية من فيروس كورونا. رقم واحد هو النظافة، النظافة الشخصية. النظافة الشخصية تبدأ من غسيل اليدين. غسيل اليدين أولا المدة التي يجب أن يتم غسل اليدين فيها لا تقل عن 20 ثانية، هي رقم واحد. اثنين، بالماء والصابون. يعني كتير بتجي أسئلة إنه شو نحط كحول وفيدون نحط إلى آخره، هذا الكلام ماء والصابون كافي، الماء والصابون كافي. هلأ طريقة غسل اليدين طبعا لها طريقة يجب أن تكون أكثر تحديدا من الغسيل العام. طبعا في البداية أنا رح أحاول أخذ بإيدي كيف ممكن نحن نغسل. أول شيء طبعا ملء اليدين بالماء، يعني في الدرجة الأولى صب الصابون وتبدأ عملية الغسل الطبيعي اللي عادي اللي نحن بنحكي عنه، اللي هو دائما كل اليدين بشكل عام. بعد شوي ممكن نحن فورا نأخذ طريقة أخرى اللي هي بظهر أصابع اليد نحك باطن أو راحة اليد الأخرى. بهذه الطريقة يجب أن تكون، والعكس تماما. النقطة الثالثة أو الخطوة الثالثة هي موضوع الفرق ما بين الأصابع ومحاولة أن تكون بحركة لولبية قدر الإمكان حتى نأخذ كل مساحة الأصابع مع راحة اليد. أيضا من الخلف كمان نرجع نفرك الأصابع بطريقة كمان تكون حتى تأخذ كل الزوايا وكل المساحة في اليدين. بعدها ممكن نحن المسح براحة اليد، يعني براحة الأصابع راحة اليد الأخرى، أيضا بشكل دائري أن نقوم بغسل هذه اليد بهذه الطريقة حتى نقدر نوصل لكل كمان نقاطنا. تجي المرحلة اللي بعدها هو بإبهامنا نمسك اليد الأخرى ونحاول أن نفرك هذه اليد بهذه الطريقة وناخدها بنفس الوقت بهيد. هذا كله بالغسيل. هذا كله بالغسيل. دكتور يعني بيجزم لك منه وجر، ما حدا عم يكتب. أكيد للأسف يعني إنه نحن ما عندنا ثقافة إنه الغسل هو يفكر إنه حطيت مي أنا عملت هيك. في كتير من الزوايا وكتير من المساحات بتكون مغلقة ما بنقدر نحن نوصل لها. إذا بهذه الطريقة الماء مع الصابون، طريقة الفرق، غسلنا بشكل عام، عملنا براحة اليد غسلنا كل اليد بشكل كامل، بظهر الأصابع نفرك راحة في اليد. كمان هي الحركة اللي هي مشان الأظافر، يعني مشان هي البنات هي اللي هي هيك بيقولوا لازم هذا نعمل، هو اللي عم نحكي نحن بظهر نعمل اليد هيك تماماً بس تماماً مشان يدخل الصابون تحت حتى الأظافر نقدر ناخد كل مسامات الجلد وغسل الإبهام
بعد هذا الشيء كمان في نقطة كتير مهمة كمان طبعا هلا بدنا خلصنا غسيل بدنا نغسل بدنا ننشف المي او ننشف بعدين حطينا المي من تحت الحنفية بيجي في البعض بيرجع بيسكر الحنفية بإيده. ما استفدنا شيء اذا ما استفدنا شيء نحن فيجب بالمنشفة اللي نحن منمسح فيها هي اللي منسكر فيها الحنفية طيب فينا نغسل الحنفية لحتى قبل ما يعني طبعًا. في ناس أنا بشوفهم قبل ما يبلشوا يغسلوا إيديهم بيمسكوا شوية صابون بيغسلوا الحنفية بعدين بيبلشوا بيغسلوا إيديهم هذه نقطة أساسية ومهمة نحن عم نقول بشكل عام إذا كان في واحد جاي ليغسل لكن هي يفترض أنه تعقيم دائما الأسطح وخاصة الحنفيات وكل الأسطح هلأ نحكي فيها لابد من تعقيمها يعني نحن في حالات الوقاية هناك تعقيم للأسطح يعني أنا إن نحن موجودين هون الطاولة هي بدها تعقيم الكاميرا بدها تعقيم المقعد الكرسي الألم الموبايل اللي مستخدمه كله لأنه هو عبارة عن أسطح وفي نقطة كتير مهمة أرجو الانتباه لها إن في فهم خاطئ في ما يتعلق بنقل الفيروس الناس بتفكر إنه الفيروس يعني أنا قاعد أنا ونيرمين بعيدة عني مترين ثلاثة أنا بحكي معه بنقل الفيروس لأنه الفيروس بيطير بالهواء هالحكي كلام خاطئ الفيروس هو ثقيل هو يسقط يعني هو أثقل من الهواء وبالتالي هو لا يتجاوز المتر يعني إذا أنا بدي يطلع برذاذ الأنف أو الفم لا يتجاوز مسافة المتر هو يسقط إلى الأسطح وبالتالي تواجد الفيروس هذا بشكل رئيسي هو ليس في الهواء بشكل عام وإنما على الأسطح يخرج رذاذ يسقط هذا الفيروس وبالتالي إلى مسافة تقريبا متر بعدها بيسقط على الأرض ويسقط على الأسطح إذن تواجده الأساسي هو على الأسطح إذن التعقيم إذا لم يكن للأسطح فلا فائدة من كل هذا التعقيم التعقيم اني انا بدي امسح طاولتي بدي امسح مكتبي بدي امسح موبايلي بدي امسح القلم اللي بيشتغل فيه بدي امسح الكنبه اللي قاعد عليها هذا التعقيم الحقيقي اذا كنا فعلا نحن بدنا نقوم بالاجراءات الوقائيه الصحيحه وانما وضع الكمامه وانا اعتبرت حالي يعني للاسف وهلا الهجمه كثير كبيره على الكمامات هذا بدنا نسألك يا دكتور يعني بالمشاهدات اليومية اللي نحن عم نشوفها في حالة شراء كميات كبيرة للكحول للجيل لكل أنواع المنظفات والمعقمات ولكن نحن يعني إذا نحكي عن الطريقة الأساسية هي المي والصابون الناس اللي عم تتجاهلها يمكن تحطها تعتبرها من المسلمات أو آخر حل خلينا نحكي هدول يعني مي وصابون هو كافي الماء والصابون كافي إذا بنهاية الغسيل سويت قليلا من الكحول بنسب جيدة قليلا من الكحول كافي ما في داعي لكل هذه الهجمة من المعقمات ومن كل أنواع وأصبحت التجار السوداء أو تجار الأزمات يتاجروا بخوف الناس وبرعب الناس رغم أنه لا يجب أن يكون هناك رعب يجب أن لا يكون هناك رعب يا بتمنى من كل أهلنا وكل ناسنا ما في داعي للهلع ما في داعي للخوف الكورونا غير موجود وبالتالي الوقاية اللازمة لا أكثر ولا أقل الوقاية الطبيعية من أي حالة إنفلونزا أو نزلات البرد اللي بتصير بهذا الوقت من السنة هلأ فيما يتعلق في هذا فيما يتعلق بالكحوليات أو بالمعقمات أو إلى آخره لكن فيما يتعلق بموضوع الكمامات أنا بدي أقول لكل الناس الكمامة ليست شرطا أساسيا للوقاية هي بتوقي يمكن حتى قالوا سمعت مبارح قالوا أنه هي 3 ساعات فقط صلاحية الكمامة نحن عم نشوف الأشخاص عم يلبسوها ويشيلوها ويحطوها على جنب ويحطوها بالشنطة ويشيلها من الشنطة بعدين يبخر عليها الكحول يعني ويرجع يستخدمها مرة تانية هي التفصيل الآخر كمان اللي حكيت عنه اللي هو مدة بقاء الفيروس على الأسطح هو هذا الأهم دراسات علمية طلعت كتير عن هذا الموضوع بدول العالم باعتبار الوباء عالمي قالت إن هو 9 ساعات فعليا مدة بقائه على الأسطح حقيقة هاي المعلومات قبل ما أحكي بدي أكمل الموضوع بس الكمامة خليني أقول شغلة الكمامة هي وقاية للنفس إذا كنت أنا مصاب حاطط الوقاية مشان ما أعدي الآخرين خفف من موضوع الرذاذ اللي عم يطلع من الفم أو الأنف لكن الكمامات الورقية اللي موجودة هي لا تفي بالغرض هي وقائية يعني جزء بسيط من حالة الوقاية العامة لكن ليس شرطا أساسيا أنا طالما بحالي عامة وأنا بعيد وما في عندي تقارب بالأشخاص مع بعضنا وبالتالي الرذاذ ما عم بيوصل
هو هي غير ضروريه اطلاقا، الا اذا كنت انا فعلا مصاب بهذه النزله يفضل حتى ما اعدي غيري، حتى بالعطاس، حتى بالقريب العادي البسيط بحط كمامه للوقايه، لكن هي ليست شرطا اساسيا بالوقايه من فيروس الكورونا. لذلك ارجو التخفيف من هذه الحده ومن هذه الهجمه على هذه الحاله التي غير او هي غير مبرره اطلاقا. فيما يتعلق ببقاء الفيروس على الاسطح، لا شك هو يعني تواجده مع على الاسطح العاديه بيضل بحدود 12 ساعه، وممكن يكون على الاسطح على اللباس على الى اخره، على الالبسه، على الكنبه الى اخره، بين 9 و12 ساعه. اذا بشكل عام هو هذا تواجد الفيروس. لكن انا يعني اللي بدي اقوله هذا كفكره علميه، لكن اللي بدي اقوله انا كحاله وقائيه، انا لا يعنيني اني ضلت 9 ساعات ولا 12 ساعه ولا 10 ساعات طالما انا قادر انه اعمل حاله الوقايه. النظافه ليست لمره واحده. هلا فيما يتعلق بالغسيل، كل ما انا عملت شيء معين، لامست واشتغلت على الموبايل كثير، اشتغلت على الكمبيوتر، لازم اغسل ما قبل الطعام، بعد الطعام، قبل الدخول للمرحاض، ما بعد. دائما الغسيل هو دائم، وهذه دائما 20 ثانيه هي ما بين ما اني شوي بتكون، بس انا حفظتهم على فكره بعملهم بسرعه بحالة، يعني ما كثير روتينيه بتصير ب 20 ثانيه خلصنا. يعني هذا الحكي معلش بفيد واكثر، يعني 80% 90% من الوقايه هو بالغسيل، وانه احنا نكون حافظين. هلا فيما يتعلق بالاماكن الموبوءه او اماكن يعني بيت في عندك ناس مصابين بقريب او بنزلات برد الى اخره، معلش انه انا دائما عرض المنطقة للشمس، افتح الشبابيك، امسح بالمناطق او الاسطح بشكل عام، الشراشف او التخوت اللي نحن بننام عليها نقعد عليها، اذا كان حدا مصاب يفضل انه نغسلها، يعني ما نخليها لتاني يوم او ثالث يوم نغسلها، معلش اذا كان الانسان مصاب بهذه الحاله. اما غير هيك ما في داعي لها. دكتور، مناعة الجسم من الأمور التي يعول عليها في محاربة الفيروس. رح نروح للتقرير التالي ونأخذ شوية نصائح لتقوية الجسم ضد فيروس كورونا. خلونا نتابع. مع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، يحرص الناس على اتخاذ التدابير والإجراءات كافة للوقاية من الفيروس، من بينها شراء وتخزين مطهرات اليدين وأقنعة الوجه، وكذلك تناول الأطعمة الصحية لتعزيز المناعة. وهذه هي أهم هذه الأطعمة. الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة بما فيها الباذنجان، القرع، الجزر، التوت، الثوم والبصل، وهي ضرورية لبناء الجهاز المناعي الذي يحارب الفيروسات، وتناول هذه الأطعمة مرة واحدة على الأقل يومياً. ثانياً، الكركم. أكد الخبراء أن الكركم يحتوي على مضادات للالتهاب، ومن ثم فإن له تأثير قوي في مكافحة الأمراض وتقوية جهاز المناعة. ثالثاً، الأطعمة الغنية بالزنك. ومن أهم هذه الأطعمة الأسماك، اللحوم الحمراء، السبانخ والبقوليات والمكسرات. رابعاً، البيض. أوضح خبراء التغذية أن البيض يحتوي على أكثر من 20 نوع من الفيتامينات والمعادن الأساسية. أخيراً، الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما يحتوي على مركبات الفلافونايد التي يعتقد أنها تساعد في منع إنتاج الأنزيمات التي تنشر الفيروسات في الجسم. يعني مثل ما تابعنا مع حضرتك الدكتور، وكنت عم تقول بدك تعلق شيء عن إيه؟ لا شك طبعا المناعة هي رقم واحد. فينا نفهم بس نقطة بسيطة جدا حتى نعرف قديش أهمية المناعة. فيروس الكورونا أو فيروسات اللي بتسبب النزلات أو هذا النوع من الإصابات، الهدف الأساسي له هو مهاجمة مناعة الجسم. إذا كانت مناعة الجسم طبيعية ونظامية تستطيع أن تقضي على هذا الفيروس مهما كانت قوته ومهما كان تطوره الجيني، إذا كانت مناعة الجسم جيدة. عندما تكون المناعة ضعيفة يستطيع أن يتغلب عليها ويدخل إلى الجسم. هي نقطة كتير أساسية وكتير مهمة، بدليل أنه نحن 98%
من المصابين بفيروس كورونا يشفوا. يعني نسبة الوفيات هي لا تتجاوز 2% عالميا. يعني إذا 98% يصابوا بالفيروس ويشفوا. إذا تستطيع المناعة إذا كانت قوية أن تتغلب على هذا الفيروس بشكل طبيعي جدا وحتى بدون أدوية. يعني في شيء كتير مهم أنه الفيروس لا يعني الدواء لا يؤثر على الفيروس. يحتاج لقاح، اللقاح الآن غير موجود. الدفاع الأساسي هو مناعة الجسم. عندما تقول مناعة قوية يكون الشفاء بالمئة مئة تقريبا بشكل عام. اللي يصابون اللي بيصابوا بينصابوا بالفيروس الكورونا هن الناس اللي مناعتهم ضعيفة، عندهم أمراض مزمنة، الأطفال الصغار جدا، الكهول، المتعبين، المدنفين بأمراض مزمنة، السكري وضغط شديد إلى آخره، ممكن أن تكون مناعتهم أضعف. من هون نرجع منقول الوقاية الأساسية غير النظافة هي تقوية مناعة الجسم. تقوية مناعة الجسم تكون من التغذية المتوازنة. هلأ في أشياء معينة طبعا مشكورة التقرير اللي تقدم هلأ كتير جميل وكتير حلو وفي معلومات كتير دقيقة وحلوة وجميلة والمفروض نحن نستفيد منها، لكن بحب ركز على مجموعة نقاط بسيطة وهي بمتناول اليد. الحمض الفوليك او البي 9 هو من الاساسيات والموجود، وطبعا موجود بالبقو يعني موجود بالمكسرات، موجود بالخضروات، هدول كثير لازم هذا نكثر منه لانه هذا اساسي بموضوع تقويه المناعة وتقويه الكريات البيض. البروتينات اساسيه في تجديد الكريات البيض وتقويتها، والكريات البيض هي اللي بتعمل المناعه وهي اللي بتعمل الحالة البالية على الفيروسات ولا الجراثيم الداخل الجسم. لذلك أكل البقوليات، أكل اللحوم الحمراء، الحليب ومشتقاته كتير مهمة هي فيما يتعلق بتقوية البروتين حتى نقوي مناعتنا وبالتالي تكون في عنا قدرة على مكافحة هذا الجرثوم أو هذا الفيروس في حال وجوده. الفيتامين سي اللي موجود بكتير كلياتنا بنعرفه بالحمضيات بالليمون بالقرنبيط بكتير من المواد اللي حكى عنه التقرير، كمان الفيتامين سي له دور كبير في تقوية المناعة، لذلك كمان لازم نكتر منه. الشاي الأخضر اللي فيه مضادات الأكسدة كمان هذا مقوي جدا للمناعة ويساعد على عملية قوة الجسم وقدرته على تحدي الفيروس وبالتالي القضاء. نعم. كمان دكتور يعني قبل ما نختم سريعا، طرق تعقيم الأجهزة الموبايل والأجهزة الذكية لأنه كمان موضوع كتير عم يشغل بال الناس. طبعا لا شك نحن يعني عصر الكمبيوتر وعصر النت وبالتالي دائما نحن ماسكين موبايلاتنا أو الكمبيوترات، لابد من تعقيمه، تعقيم الأسطح اللي نحن عم نتعامل معه، لأنه نحن مسكة الموبايل عم نمسك الموبايل بكامل وبالتالي عم نحط إيدنا على التاتش بشكل كتير كبير. إذن لابد من مسحها بمواد معقمة. طبعا يجب أن تكون كمان مراعاة ما نضرب الموبايل لأنه في ناس يعني في مواد لازم نسأل نحن الناس اللي معنيين بالأجهزة الكهربائية لأنه نحن الشاشة شو بتأثر عليها. لكن المعقمات كثيرة جدا وأي معقم نحن قادرين طالما نحمي الدارة الكهربائية اللي أنا مالي فيها والدارة الإلكترونية، لكن تعقيم الأسطح لابد منه، تعقيمه بشكل دائم. كل يعني وكل ما مثل ما أنا بغسل إيدي نفس القصة لما بتعامل مع الكمبيوتر أو بتعامل مع الموبايل لازم أرجع كمان أمسحه. على الأقل يجب أن يكون المسح كامل السطح، يعني أنا الإيد عم حاول فوت بكل تفاصيله، بالموبايل أنا كيف بدي فوت له أكيد لا، وإنما على الأسطح الخارجي ولا الشاشة يجب أن تكون تعقيم كامل طالما أنا أصابعي عم تلامس هاي الأسطح حتى ما أنقل أو أنت ينتقل لي بنفس الوقت الفيروس. نعم. إذن الكمبيوترات، الأسطح، حتى الطاولات أو المكاتب، الأقلام مثل ما حكينا أنا المفروض أن هدول عقمهم ما أنساهم لأنه هن جزء من الأسطح اللي ممكن يسقط عليها الفيروس وبالتالي يصبح ناقل للعدو. يعني دكتور معلومات كتير اليوم أخذناها من حضرتك ومعلومات يمكن كانت على الموقع الإلكتروني أو حتى نحن امتلكناها وهي خاطئة. بدنا نشكرك كتير لوجودك معنا. شكرا. أهلا وسهلا فيك. شكرا.